إن الاستعداد بالإمكانات الفنية والقدرات البشرية والسيناريوهات المتوقعة للتعاطي مع الأزمات المختلفة هو ما يميز قناة السويس ويمنحها رصيداً استراتيجياً ويضعها في مصاف أهم المؤسسات العاملة في مجال حركة الملاحة الدولية. نتابع معاً فيلم قصير عن أحدث المشروعات العملاقة التي أطلقتها هيئة قناة السويس مؤخراً، وهو مشروع توسعة وتعميق القطاع الجنوبي لقناة السويس. يبلغ طول المجرى الملاحي لقناة السويس 162 كيلومتر مع متوسط أعماق بيوصل ل 24 متر. وبينقسم المجرى الملاحي لقناة السويس إلى ثلاث قطاعات رئيسية. القطاع الأول هو القطاع الشمالي اللي بيمتد من علامة الكيلومتر صفر حتى علامة الكيلومتر 50 ترقيم قناة، وبيوصل طول الجزء المزدوج من القطاع الشمالي ل 17 كيلومتر من الكيلومتر صفر حتى الكيلومتر 17 ترقيم قناة. أما الجزء الغير مزدوج من نفس القطاع فبيمتد بطول 33 كيلومتر من علامة الكيلومتر 17 حتى علامة الكيلومتر 50 ترقيم قناة. وبيمتاز الجزء ده بأنه قطاع مستقيم بدون أي منحنيات، ويعتبر من أكتر قطاعات القناة اتساعاً، وده لأن العرض عند سطح المياه بيوصل ل 351 متر، أما العرض عند القاع فبيوصل ل 121 متر. القطاع ده بيمتاز أيضاً بالسرعة المحدودة للطيارات البحرية اللي بتوصل ل 2 عقدة فقط، ولأن في بعض الصعوبات اللي بتمثل لنا تحدي كبير لو فكرنا ننفذ عملية ازدواج في القطاع ده زي كوبري السلام ومدينة الأمطار الموجودة شرق قناة السويس، رأت إدارة الهيئة الإبقاء على القطاع ده زي ما هو بدون أي تغيير، مع الالتزام الكامل بتنفيذ كل أعمال الصيانة والتكريك الدوري المستمر للحفاظ على المجرى الملاحي من الإطماء الناتج عن حركة السفن في قناة السويس. أما القطاع الثاني من المجرى الملاحي قناة السويس الجديدة، ودي عبارة عن ازدواج بطول 72 كيلومتر من الكيلومتر 50 حتى الكيلومتر 122 ترقيم قناة. افتتحنا القناة الجديدة سنة 2015 وكانت فعلاً هدية مصر للعالم. أما بالنسبة للقطاع الجنوبي من الكيلومتر 122 حتى الكيلومتر 162 ترقيم قناة، فهتقوم هيئة قناة السويس بتطويره من خلال مشروع ينقسم إلى جزئين. الجزء الأول من المشروع بيتضمن تنفيذ عملية ازدواج المجرى الملاحي من الكيلومتر 122 لحد الكيلومتر 132 بطول 10 كيلومتر في منطقة البحيرات المرة الصغرى. الهدف من تحقيق هذا الازدواج هو زيادة الأمان الملاحي، علاوة على زيادة الطاقة الاستيعابية بعدد 6 سفن إضافية، وده من خلال إضافة مجرى ملاحي جديد غرب المجرى القديم بعرض عند السطح يوصل ل 292 متر وعرض عند القاع بيوصل ل 127 متر. تقدر أعمال التكريك مبدئياً في هذا الجزء من المشروع بحوالي 45 مليون متر مكعب. أما الجزء الثاني من المشروع فهو عبارة عن مشروع توسعة وتعميق القناة من الكيلومتر 132 لحد الكيلومتر 162 ترقيم قناة، بزيادة عرض القناة في اتجاه الشرق 40 متر وزيادة العمق للوصول إلى 27 متر. كده يوصل عرض القطاع المائي عند السطح ل 332 متر، ويوصل العرض عند القاع ل 167 متر. زيادة مساحة القطاع المائي هتقلل نسبيا من سرعة الطيارات البحرية بنسبة توصل لحوالي 20%. كمان هتقلل من حدة المنحنيات في المنطقة دي من القناة، وده هيسهل من عملية المناورة والعبور الآمن لكافة السفن العابرة. تم عمل محاكاة لعملية المناورة بالمنطقة الجنوبية قبل وبعد الانتهاء من مشروع التوسعة والتعميق. نفذنا المناورة دي على مواصفات السفينة إيفر جيفن اللي طولها وصل ل 400 متر وعرض 58.5 متر وغاطس 15.7 متر. وبحساب نسبة المساحة بلوكج ريشيو
واللي بيتم حسابها عن طريق ناتج قيمة مساحة القطاع المائي مقسوم على مساحة الجزء المغمور من السفينة، هنلاقي إن نسبة المساحة هتزيد من 5.2 ل 6.7، يعني هامش الأمان الملاحي في قناة السويس هيزيد تقريباً بحوالي 28%. ده هيخلي استجابة السفينة لعمل الدف أسرع، وهيزود أيضاً من قدرة السفن على المناورة والعبور الآمن في قناة السويس. تنقسم أعمال المشروع لأعمال الحفر الجاف لحوالي 3 مليون متر مكعب، وأعمال التكريك لحوالي 42 مليون متر مكعب. إجمالي مدة تنفيذ مشروع التطوير من توسعة وتعميق وازدواج حوالي 24 شهر. هتقوم هيئة قناة السويس بتنفيذ المشروع ذاتياً بكراكات الهيئة وكراكات إحدى الشركات التابعة للهيئة، وهي شركة التحدي.